حلمت ان انا مثلا ان انا نكمل نفس النقطه، ان انا لو بيتكرر معايا دايما بدون ان انا راجل مستقر في حياتي، عندي شغلي مثلا، عندي بيتي، ما اعرفش ايه، بحلم بيه او بيتكرر بيه دايما كده، ممكن يبقى يقع في نقطه المس والسحر. طب انا عندي حلم مش عارفه حضرتك ممكن تفسره لنا ولا لا، اتفضل ان شاء الله. بس هي مشاهده يعني بعدين. بتقول ايه؟ انا حلمت ان ليا واحده قريبتي في بينا مشاكل كتير وساكنه معايا في نفس البيت. الحلم كان اني بقوم من النوم بلاقيها في الشقه وماسكه حاجه في ايديها بتوشوشها، وبايديها التانيه عماله ترمي او بترش حاجات في البيت. ولما شفتها حاولت اخرجها بكل طاقتي بره الشقه، وكانت عايزه تاذي حد من اهل البيت، ولكن انا بس اللي شايفاها بالمنظر ده. يعني واضح ان هي بس اللي شايفه ان هي وحشه واللي حواليها مش شايفين ده تمام. في الحلم يعني. وبعد محاولات كتير خرجتها، ومجرد ما خرجتها بره الشقه رسمت على الحيطه حاجات مش مفهومه، ونزل من الحاجات دي زي دم. تمام. طيب. في ما بينكم مشاكل كتير. طيب، رؤية الدم في المنام يقال انها تفسد المنام، ولكن ليس في دليل شرعا على ذلك، مش مفيش حقيقي. دليل على كده. يعني الدم نازل مني انا ماشي، لكن ده رأيت دم او ايه بترش حاجات دي؟ ما هي بترش حاجات، هنا كده ممكن عداوة تدخل مثلا؟ في مجال السحر، لان السحر منه المرشوش ويرش ومنه المنصور وينصر. تمام، انت كده دخلت في مجال السحر. طب ورؤية ان هي كتبت شيء على الحيط انا مش فاهماه، فممكن يكون طلسم والعياذ بالله، تمام. فنزل منه دم، معناها انه سحر ووقع ايه باهل البيت، ووقع بأهل البيت. ربنا بقى يعينك. ربنا يعينك. طيب لو احنا دخلنا بقى في حتة تانية، زي الأبراج مثلا. أنا عارفة إن الأبراج أنا هنط من تفسير الأبراج، بس أنا عندي سؤال حقيقي لاحح عليا أنا شخصيا. شغلة الرواية العنحلية. ولاحح عليا أنا شخصيا. في سؤال كده، أو يعني اللي ما يعرفش في الأبراج يقول لك أصل الفترة دي برج الجوزاء في كوكب المريخ. هو كوكب المريخ اللي داخل برج الجوزاء، أو أو كوكب داخل محيط برج الجوزاء. انا مش عارفه هم البرج الجوزاء يعني، دول ناس عظيمه. اظن جميلة واضح، اظن واضح بقول عظيم عليه. برج، جميلة برج الجوزاء. طيب، هو برج الجوزاء من الأبراج الهوائية. ما جاي لي رساله من الكنترول بيقول لك الميزان، بس هم الجوزاء هو اللي جوه دلوقتي. برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، احسن برج في الدنيا لو سمحت. احسن برج، ما انا كان، ومن الابراج الناجحه جدا على فكره. محمد دي صلاح حقيقه، لاعب دي المشهد. حقيقه، ان برج الجوزاء من الابراج الناجحه، الابراج الابراج الناجحه. الناجحه جدا جدا جدا، واللي بتقدر توصل لحققها وتهدفه. فدخول المريخ في في طاقه برج الجوزاء الجوزاء بتاثر على كل الابراج، عشان بالذات بالاخص لان برج يعني المريخ بتاثر كوكب على المريخ، كل كل الابراج الابراج، مش الجوزاء بس. لا لا لا، كل الابراج، بالاخص لان كوكب المريخ هو الكوكب القوي، او بيسموه رمز القوه الطاقه، او رمز القوه الروحانيه عامه يعني. فكوكب المريخ كوكب ناري، فلما يدخل مجال هوائي، نار وهواء. نار وهواء، فنار وهواء بيشعللوا رياح. بعض. طب انا هسألك برضو في نفس النقطة دي، اتفضلي. مع او ضد ان السبب في 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 كثرة الحوادث والكوارث الأيام دي بسبب نقل المومياوات في وقت غلط فلكيا؟ أعتقد غلط فلكيا ده برضو بيرجع لنفس نقطة نفس نقطة المريخ اللي جوه الجوزاء. طيب، هو ما فيش إثبات علمي صريح يحدد النقطة دي، لكن في قصص وروايات قبل لعنة كده، الفراعنة بقى والكلام ده. في قصص وروايات قبل كده بتحكي. هو طبعا كل أغلب علماء الآثار، ومنهم دكتور زاهي، سؤال ما فيش الكلام ده. قال ان ما فيش حاجه اسمها لعنه نشكره فرعنة. طبعا. طب بس في نقطه احنا يعني ما نقدرش نتخيل عنها نهائي، ان الفراعنه او اجدادنا الفراعنه كانوا اساتذه في علم الفلك والسحر والتحضير والتسخير. تمام، هم يعني كل حياتهم كانت مبنيه على، حتى كل الاكتشافات اللي احنا نكتشفها حاليا لما تيجي تحسبها، لا هي فلكيا ليها منظور فلكي، ليها منظور حسابي اخر، المكان والزمن والوقت، كل شيء بالنسبة لهم كان محسوب. يعني بالنسبة للتسخير والجن والحاجات دي، بالكلام ده احنا اكتشفناه وشفناه في